توقع هيئة الأرصاد الجوية أن الجو النهاردة هيكون فيه استمرار في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والجو هيكون معتدل في الصباح الباكر وحار نهارا على أغلب الأنحاء ومعتدل ليلا أيضا. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود، صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتك وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. يا اهلا بيك. حاله الطقس اللي احنا قلناها دلوقتي، هل دي في كل المحافظات ومستمره لحد امتى؟ بالتاكيد طبعا كلنا ملاحظين انه من بدايه الاسبوع الحالي كان هناك انخفاض في درجات الحراره بمعدل درجتين عن الايام اللي قبلها، وده بالفعل بسبب وجود امتداد لمنخفض جو في طبقات الجو العليا مع الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من البحر المتوسط، وبالتالي درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية بما فيها القاهرة والسواحل الشمالية حتى جنوب الصعيد بتتأثر بالانخفاض ده، وده بيخلي الأجواء خلال ساعات النهار حارة على كافة مناطق الجمهورية، ولكن خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بتكون الأجواء معتدلة، لأنه خلال ساعات الليل الثغرة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ علشان توصل ل 22-21 درجة مئوية. ده إن شاء الله مكمل معانا يمكن حتى منتصف الأسبوع اللي جاي على الأقل، ولكن طبعا معانا الشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون موجودة خلال ساعات الصباح الباكر، وبتظهر معايا خلال ساعات الصباح الباكر أو فترة الصباح بعض السحب الخفيفة اللي بتؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس، ودي بتكون من ضمن أهم العوامل اللي بتساعد معانا على انخفاض درجات الحرارة بالشكل اللي احنا بنشوفه حاليا. طيب، هل ده المعتاد، هل ده المعروف عليه من في يعني لو قارنا الفترة دي بالسنة اللي فاتت واللي قبلها، هل ده طبيعة الجو في هذه الفترة؟ بالتأكيد دي كل القيم دي تعتبر هي درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية اللي بنشوفها في الفترة الحالية، سواء بالنسبة للقاهرة أو الجزء الشمالي من الجمهورية أو حتى بالنسبة للمحافظات الجنوبية، لكن دايما بنأكد إن الفترة الحالية لا زالت هي الفترة الأولى من فصل الخريف اللي بتشهد تذبذبات واضحة خاصة في درجات الحرارة، فوارد من حين لآخر نلاقي درجات حرارة أعلى من دي، لكن هيكون بمعدل طفيف درجتين لثلاث درجات أو أربع درجات على أقصى تقدير، وبتقعد يوم أو اثنين وبتعود مرة أخرى إلى درجات الحرارة دي، فده أمر طبيعي، الطبيعي درجات الحرارة اللي بنشهدها حاليا هي دي المعدلات، وطبيعي ان في بعض الايام نلاقي ارتفاعات. ممكن يكون في زياده مثلا، ده احنا كنا متوقعين خلاص بقى انه ما فيش ارتفاعات، في انخفاضات بس، احنا معنا او ثبات على الاقل، لا يمكن لحد بعد منتصف اكتوبر كمان بيكون في فرص واحتمالات، لكن خلينا نقول حتى لو في ارتفاعات ان شاء الله مش هتكون ارتفاعات قويه، كلها ارتفاعات طفيفه بتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه، لان دايما الجزء الاول من فصل الخريف بيكون فيه عدم تجانس في مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا. في بعض الايام كتل هوائيه جايه من على البحر المتوسط، ايام تانية كتل صحراويه، في بعض الايام منخفض جو في طبقات الجو العليا بيليه مرتفع جوي، فمساله الارتفاعات هو امر وارد لكنها ان شاء الله مش هتكون قيام عاليه. طيب ده جميل جدا. نسب الرطوبه قد ايه؟ لان طبعا بتفرق اكيد في احساسنا بالحر او ان يكون الجو لطيف. طبعا كلنا ملاحظين ان في انخفاض في نسب الرطوبه عن الفتره اللي فاتت، وده ان شاء الله هيكمل معانا كلما تعمقنا داخل فصل الخريف، بتقل نسب الرطوبه بشكل تدريجي، ولكن هي لا زالت نسب الرطوبه مرتفعه نسبيا. عندنا لما بيكون في نشاط نسبي للرياح في الجو ده بيقلل احساسنا بشكل ملحوظ بنسب الرطوبه، لما بيكون في امتداد لمنخفض جو في طبقات الجو العليا بيكون من اهم العوامل اللي بتقلل نسب الرطوبه على سطح الارض، فنسب الرطوبة الآن هي مش منخفضة بالشكل الكبير لكنها طبعا نسب مقبولة نقدر نتعايش ونتعامل معها. طيب هل وارد نشوف أمطار الفترة دي؟ بالتأكيد احنا لحد الأمس كان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من سواحلنا الشمالية، كلها أمطار غير مؤثرة كانت موجودة على مناطق من مطروح واسكندرية وبعض المناطق ربما المحافظات الأولى من الوجه البحري، لكن كلها كانت فرص أمطار خفيفة وارد الفترة اللي جاية في حالة وجود منخفض جو في طبقات الجو العليا سواء متعمق بشكل ملحوظ أو تعمقه مش كبير يؤدي لبعض الأمطار اللي بتكون على السواحل الشمالية. الفترة دي أو دايما بنقول إن فصل الخريف يعتبر من مواسم الأمطار بالنسبة لمصر سواء على السواحل الشمالية أو حتى كمان على سلاسل جبال البحر الأحمر، إذا توفرت العوامل المناسبة فوارد طبعا خلال فصل الخريف أو حتى نصف الأول من فصل الخريف نلاقي بعض أمطار على السواحل الشمالية الوجه البحري. صحيح.
ممكن على حسب تعمق المنخفض الجوي تتقدم اكتر داخل الاراضي المصريه، وايضا ممكن نلاقي فرص لامطار على محافظه البحر الاحمر. ده هو كمان يعني يمكن موسم للامطار وموسم كمان لنزلات البرد، لانه زي ما احنا شايفين درجات الحراره متقلبه، الصبح الجو بيكون كويس، بالليل الجو كويس، وفي النص الجو بيكون حر مش معتدل حتى. بالتاكيد هو برضو موسم زي ما حضرتك قلت، موسم الامراض البرد او الامراض الموسميه، لان بيحصل فصل واضح في الكتل الهوائيه زي ما ذكرنا في الاول، مفيش تجانس في مصادر الكتل الهوائيه، مره كتل هوائيه حاره، مره كتل هوائيه رطبه، مره كتل هوائيه بارده، بيحصل هنا فصل وتغير واضح. يمكن كمان التغير ده مش ملموس دلوقتي، ممكن نلمسه بعد ما نتعمق في فصل الخريف بشكل اكتر، هيؤدي الى تغير وتذبذب واضح في درجات الحراره يمكن على مدار نفس اليوم او على مدار الايام القليله المتتاليه. علشان كده دايما بنقول انه فصل التغيرات الحاده والسريعه، يعني ممكن نلاقي تغير حاد وكبير في الحاله الجويه خلال فتره زمنيه قصيره. كل الشكر لحضرتك دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدا من القاهره العظمى فيها 30، اما الصغرى ف 22. العاصمه الاداريه العظمى فيها 30 والصغرى 22، اسكندريه العظمى 29 اما الصغرى ف 22، العلمين الجديده 28 22. مطروح العظمى 27 والصغرى 23، دمياط العظمى 28 اما الصغرى ف 22، بورسعيد العظمى 28 والصغرى 22، اما الاسماعيليه فالعظمى 31 والصغرى 20. السويس العظمى 30 والصغرى 21، اما العريش فالعظمى 28 والصغرى 21، كاترين العظمى 26 والصغرى 12، الطابة طبعا العظمى فيها 29 والصغرى 23، حلايب العظمى 30 والصغرى 28، شلاتين العظمى 33 والصغرى 26، اما شرم الشيخ فالعظمى 34 والصغرى 25، الغردقه العظمى 34 والصغرى ايضا 25، الفيوم العظمى 32 والصغرى 20، بني سويف العظمى 32 والصغرى 20، الوادي الجديد العظمى فيها 35 اما الصغرى ف 20، اسيوط العظمى 33 والصغرى 19، سوهاج العظمى 34 والصغرى 22، إنا العظمى 35 والصغرى 23، الأقصر العظمى فيها 36 والصغرى 23، وأسوان أخيرا العظمى فيها 36 والصغرى 24. ده كان استعراض لدرجات الحرارة.